السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو اخر معي بحول الله. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفه سريعه بسيطه اقتصاديه، الكل يحضرها ان شاء الله. اكتشفوها معايا في هذا الفيديو هذا. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الوصفه سريعه سهله بسيطه. القاعده ديالها جوج مكونات، عندي فيهم جوج بيضات وجوج بطاطات كبار على هذا الشكل هذا، وما تبقى اختياري، الكفته ولا الفرماج اختياري. ان شاء الله ندوزوا المقادير. عندي جوج بطاطات على هذا الشكل هذا يكونوا كبار، انا وحده ديجا حكيتها. عندي مقدار من الكفته هذا مشحر بالتوابل والقزبر معدنوس. عندي مقدار قليل ديال الفرماج، ملح ابزار، جوج بيضات، قليل من القزبر، قليل من السودانيه، هذه الزبده اللي باش ندهن المقلاه، ومعلقه ديال طحين الفورص. كناخذوا بطاطا كنحكوها في الحكاكه الغليظه على هذا الشكل هذا، على هذا الشكل كنحكوها مزيان. بالنسبه للبطاطا ضروري نعصروها من الماء ديالها، انا هذا الماء هذا ميمكنش نستعملوه في الوصفه، ضروري نحيدوه باش تنجح معنا الوصفه. ان شاء الله نعصرها ورجع معكم. بعد ما عصرت البطاطا على هذا الشكل هذا كتنشف معنا تماما، كنضيف لها قليل من الفلفل الاسود، ملح، عندي شويه ديال القزبر معدنوس، قليل فقط ديال السودانيه، هذه اختياريه، الا بغيتي تضيفها ما تضيفهاش. عندي معلقه هذه معبوره ديال الطحين، تقريبا جهد معلقه ديال زيت المائده، انا ما ذكرتوش. عندي جوج بيضات. هذه هي الوصفه كامله بدون اضافات، بلا ما نديروا معاها لا كفته لا فرماج. هذه ممكن ديروها بوحده بلا ما تضيفوا حتى حاجه، تطيب مباشره. انا دخلت عليها اضافات، كنتمنى تعجبكم. هذه الطريقه ديالي. كنخلطو مزيان حتى يدخل معاها البيض تماما. ضروري البطاطا تكون الحجم كبير باش تكون المقادير مضبوطه. كناخدو مقلاه كندهنوها مزيان بالزبده تكون ما كتلصقش. كناخذ نصف الكميه كنسرحوا على هذا الشكل هذا بالظهر ديال المعلقه هذه الوجبه اللي تحضروها في الغداء في العشاء ديال هاد الصيف هذا. خلطوها وهاد الاضافه هذه استثنائيه، ممكن ديروها ممكن ما ديروهاش، غير كتعطيها واحد النكهه اخرى. عدوها ديرو فرماج، فرماج موتزاريلا، ممكن فرماج احمر،
وما نديروش في الجوانب باش ما يخرج من الحشوة ويلتصق لينا مع المقلاة. فطيرة معمرة ديال البطاطا، دابا نديرو ما تبقى من البطاطا على هذا الشكل. هذا نحاولو نوزعوها على هاد الحشوة دي، نغطيوها. انا نغطيها ان شاء الله ورجع معاكم. بنات بعد ما قديتها كنقادو لها الوجه ديالها على هاد الشكل هذا، وكنديروها على النار ما بين قليله حتى المتوسطه، تنغطيوها على هذا الشكل هذا، نخليوها تطيب من التحت تتحمر. ملي كتحمر كيبانوا الجوانب حمرين، ورجع معكم ان شاء الله. البنات بعد ما مرت تقريبا واحد 10 دقائق تقريبا طابت من الجناب، مو طابت من التحت لان كتبان ملي كطيب من التحت كطيب الجناب كيبداو حمرين. ان شاء الله الان غنقلبوها، ناخذ واحد الصحن يكون كبر من المقلاة وتنقلبو على الطريقة هذه، كتجي على هذا الشكل هذا. ونطيبوها من الأسفل. كتجي رائعة، شي حاجة روعة. ان شاء الله طيب معانا من التحت، ورجع معكم في صحن التقديم. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره اللي درت معكم، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه. ان شاء الله نقطع معكم واحد الجزء، كتجي على هذا الشكل هذا. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعة. فروماج والكفتة وداكشي كيعطي واحد النكهة مميزة، شي حاجة روعة. كنتمنىكم تجربوها. بالصحة والعافية، وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.